السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي من قناة أحمد حمدي. لقيت لكم فيديو جديد ومقطع جديد لكم عامل ايه. طبعا أولا أنا مش عارف انتوا سامعين ولا لأ، لأن أنا مركب هاند فري، مش عارف بقى شغالة ولا لأ، فايه ربنا يستر يعني. المهم النهاردة هكلمكم عن فيديو. أولا أنا عارف الفيديو كليب اللي هو بتاع صور تو، صور تقريبا لسه منزله من أسبوع. انا اقسم بالله كنت عايز اعمل عليه رد فعلي، بس انا اساسا ما كنتش عارف. انا كان قاطع عندي ليا اسبوعين، فاللي هو ما كنتش عارف اعمل اي حاجه يعني. بس الحمد لله لسه راجع امبارح وكده، فقلت خلاص اعمل رد فعلي على غنى الصور. تمام، قبل ما ندخل بقى في الموضوع احب اقول لكم شكرا على 300 سبسكرايب. انا يعني مش في شعور اقدر اوصفه. شكرا على 300 سبسكرايب. في حاجه هفضل اقولها 24 ساعه، كمل، استمر، اتعب اتعب، احنا بنتعب اهو، بنتعب والحمد لله عمالين نتعب. خلاص السنة الجديدة هتخلص، خلاص فاضل اسبوعين السنة الجديدة هتخلص وندخل على 2020. ان شاء الله 2020 دي تبقى احسن سنة عندي، وان شاء الله احاول اوصل فيها على سبسكرايب. ممكن اقدر يعني ممكن نقدر، حلمنا بيقرب، حلمنا يا جماعة بيقرب. خلاص فاضل حبة صغيرين وحلمنا يعني يجي، يعني احنا مصغيرين على حلمنا. ان شاء الله حلمنا قرب اهو ان شاء الله. وبس فمش عايز اتولى كتير، فيلا بقى عشان اقول لكم على غنى الصور. طبعا انا قلت اغير لكم موضوع ردة فعلي على غنى الصور، فدلوقتي هحط لكم الفيديو كامل بتاع فيديو كليب بتاع صور. تمام، وبعدي هنبتدي نعلق عليه. فانا اساسا مش عارف بقى، ربنا يستر. ممكن اخد كوبي رايت، مش هاخد كوبي رايت، فربنا يستر. لو حتى خدت كوبي رايت هبقى راجع الفيديو تاني وهشيل الحته، وممكن اقول على يعني ممكن اقول على تعايز ليه ايه على رد فعلي بس. ماشي، فمش عايز اتكلم كتير، فيلا روح شوف الفيديو كليب بتاع صور اللي منزله جديد ورجعوا تاني. يلا طبعا يا جماعة، بعد ما رجعت وشفت الفيديو كليب هايل قوي. اولا اللي عاجبني في الفيديو، اساسا اللي عاجبني في الفيديو كليب المهرجان صور 2، اللي عاجبني فيه هو الولد الصغير اللي كان تقريبا مغني اغنية. ده اللي عاجبني اساسا، انا كنت بحبه اساسا عشان كنت بتفرج على الفيديو كليب. فيديو كليب روعة يعني، يعتبر مش في حد وحش بيعرف يغني في فيديو كليب. انا اساسا ما بحبش المهرجانات قوي، يعني اللي هو متوسط ما بين ولا، فما بحبش المهرجانات قوي. بس المهم الفيديو كليب حلو والتصوير حلو والمونتاج حلو. طبعا التصوير 4K فعلى اعلى جودة يعني، ويعني صور انا يعني مش في كلام ولا اقوله. صور يعتبر بيحقق انجازات حلوة، يعتبر صور على فكرة يعني، يعتبر في ناس كتير اساسا بتستغل اسم صور، اسم صور في فيديوهات، اسم صور في كل حاجة بأمانة يعني. ف يعني ده واحد نجح في المجال بتاعه، ويعني مش في كلام هقدر اقوله تاني يعني، مش ده كلام الايه اللي طالع من القلب. بس ف ادي لصور مثلا، نقول لصور 10 من 10 على الفيديو. تصوير حلو، جرافيك حلو، كل حاجة حلوة. بس فده كل الفيديو. يا رب الفيديو عجبكم. انا عارف الفيديو قصير جدا، بس في المونتاج هيكون طويل قوي. فيا رب مش هاخد كوبي رايت على الفيديو، وهحاول بقدر المستطاع ان انا اعمل اي حاجة عشان مش هاخد كوبي رايت. بس يلا يا جماعة، سلام.